باركي كيسكتو فينا حقا ما حقا ندوز لهم باركي تلكي لاهيو فينا بإلياس المالكي. تا إلياس المالكي اش عاطينا؟ اش عاطينا باركي في عباد الله ويعرف عباد الله ويعرف القرآن ويعرف القرآن. علاش ما تحاسبوش هاد السيد هذا اللي كيعرف القرآن؟ علاش؟ يا الله وكيش دير في الفساد ويش بد في هادي ويش بد تطور دير هادي عريانة ويش بد دير التطور دير دي في البحر مبين القدام ديالها واللور ها؟ هادي ما كايناش هادي ما كاينة. وهاديك اللي كتطلب في مراكش مالكم ما درتو لهاديك الحالة؟ وهاداك سميتو ما بلا ما نذكر السميه ديالو خويا وما عرفتش اخويا اللي دايرين كتكتبوا ليه ها هادشي ما كاينش كتحكروا على الدراوي على العادي في هاد البلاد الفساد هو اللي كيتبشى. درتي شي حاجه فاسده في هاد البلاد؟ وكيبان لينا اخويا كيبان لي اخويا انايا راه كيبان لي انا راه غندير شي حاجه ديال الفساد باش نتشهر حتى انا اخويا. باغيني نلاهيونا بإلياس المالكي. حتى إلياس المالكي راه ما غنتلاهاوش فيه ما كنتفرجش فيه. اسمح لي بغيت الكونسيب اللي كيدير إلياس المالكي هو شنو كياكل البربوقه دابا اللاج اللي طالع دابا كيوريك كيفاش ياكل البربوقه. ما فهمتش هاد البربوقه اللي كياكل البربوقه غتخليك دير اللايف من 10 ديال الليل حتى 4 الصباح كيدير هاد البربوقه. كنعرفوا الناس كياكلوا البربوقه كينعسوا واش كياكل شي حاجه اخرى من غير البربوقه؟ خويا الله يرحم والديه من هاد المنبر الا كنتي غتبقى تاكل البربوقه راه كاينين دراري صغار وساكن راه كيشوفوا الفيديوهات راه ضايعين غتوريهم حتى كيفاش كياكلوا البربوقه راه عيب والله تاع عيب. قال لك راه حيت كليت البربوقه داكشي علاش نسيت وسبيت القران والترى بنادم راه كيكون شارب ومفوت مفوت. قال لك اسيدي وعمروش بد عمروش بد القران على سميتو. قال لك اسيدي زلت لسان زلت لسان كيفاش دايره؟ ترى زلت لسان اي واحد كيعرف يقولها تو عرف شنو هو كتخرج من فمك الا كنتي كدير شي حاجه وليت عارف شنو هو كدير كتلوح فيديو وبسبب الله سبحانه وتعالى حشومه والله الا عيب. سب سب هذوك اللي بغيت تسب سب المكاريب سب هذوك المكاريب دخل دخل الحكومه الحكومه دخل الحكومه وسبها سبها هذه الجوره صح باش حتى حشومه تاع تما كتجبد لنا الشاط كتجبد لنا الفساد لا صح الله الا حشومه راه توقع على امك واقيلا وبواك واختك راه هما كيتفرجوا فيك كتعاير بهضره خايبه وكتجبد هذيك عريانه كتجبد هذه وما عرفتش كدير باه كتعاير في هذا ما دار والو الله يدير لنا شي تاول في هذه البلاد وصافي راه وبارك تمشي مشيتي مؤخرا حقا كتعاير في ذاك المونغوليه مسكين اش داير لك حقا ولد فلاح على ولد الشارك دار لي 4000 وانت كامل وما تسوات هذاك 4000 اللي دار لك هذاك المونغوليه وهذاك المونغوليه احسن منك ب 1000 درجه هذاك المونغوليه اللي كتعاير فيه انت وكتقول له حقا راه دار لي صاب عليا وكتعاير فيه راه احسن منك ب 1000 درجه وراه هذا هو اوجي يا اخويا الله يدير شي تاويل اخويا والله يسمح لهاد السيد هذا اللي كيعرف القران اخويا